انت بتسمع بالليل اصوات غريبه، بتشوف ظلال سوداء، وبعد ثانيه بتفكر انك عم تتخيل، او ممكن بتسمع اصوات بتناديك وما بتحكي لحد عنها، او صوت خبطات قويه ما إلها اي مصدر. هل الاشباح حقيقه ولا مجرد قصص اخترعوها ناس مهووسين؟ بعض القصص اللي بتصير بالواقع بتخليك تعرف انه الرعب مش بس بالافلام. تيموثي باتسن طفل عاش مع عائلته في أورما. والدته هي إيمي، ووالده هو جيمس. ووالدته كانت بتعاني من الاكتئاب، وكان الزوجين بيمروا بظروف صعبة بزواجهم. وكانت إيمي دايما بتقول للناس إنها بدها تتطلق من زوجها. بصباح يوم 11 مايو عام 2011 وصل جيمس ابنه تيموثي لروضة الأطفال، وكان عمر تيموثي 6 سنوات، وكان لابس على ظهره شنطة مرسوم عليها الرجل العنكبوت. بعد نص ساعة إجت والدته إيمي للمدرسة وقالت لهم إنه في حالة طارئة بالعيلة، وأخذت ابنها. وكانت هاي المرة الأخيرة اللي حد بيشوف فيها تيموثي بالمدرسة. بعد ما أخذت إيمي ابنها راحت لورشة لتصليح السيارات، وتركت سيارتها من طراز فورد اللي لونها أزرق الساعة 10 الصبح هناك، وطلبت من واحد من العاملين بالورشة إصلاح السيارة، وكمان طلبت من واحد من العاملين إنه يوصلها لحديقة الحيوانات. ووصلها هي وابنها تيموثي، والساعة 3 مساء رجعت تاخد سيارتها وراحت مع ابنها لفندق في جيرني، وناموا بالفندق. وبهذا الوقت جيمس والد تيموثي راح للمدرسة لياخد ابنه، وقالوا له المدرسة انه والدته اخذته ودور عليهم وما قدر يعرف ابدا وينهم، وبلغ عن اختفائهم. تاني يوم راحت ايمي وابنها لفندق كالهاري في ويسكونسن، واظهرت لقطات من الكاميرات خروجهم الصبح من هناك. في ظهيرة نفس اليوم اتصلت إيمي بعائلتها وخبرتها إنه هي وتيموثي بخير، وحتى إنه صوت تيموثي ظهر أثناء المكالمة وكان واضح إنه بخير، وكان بيقول لأمه إنه هو جوعان. وكانت المرة الأخيرة اللي عائلة تيموثي بتسمع فيها صوته. والساعة 7:30 بنفس اليوم الناس شافوا إيمي في إلينوا لحالها بمكتبة، والساعة 11:30 بالليل التقطتها الكاميرات كمان مرة. باليوم الثاني لقيوها بالفندق أنهت حياتها عن طريق شق بالمعصم والرقبة، وكمان لقيوا بدمها كتير من الأدوية المسكنة، وكان عمرها لما توفت 43 سنة. لقيت الشرطة كمان رسالة جنبها، ورسالة أرسلتها بالبريد لوالدتها، ورسالة لأحد أصدقائها. كانت كاتبة بالرسالة اللي تركتها جنبها: تيموثي بأمان مع أشخاص بحبوه وبهتموا فيه وما رح تلاقوه أبدا. كان هاتفها المحمول مفقود، أما تيموثي ما كان له أي أغراض أو أي أثر بالمكان اللي وجدوها فيه. بعام 2013 بعد اختفاء تيموثي المريب ظهر هاتف إيمي المحمول على طريق رقم 780، بس ما لقيوا أي دليل أو أي أثر بالتليفون بدلهم على مكان تيموثي أو على مصيره. فكرت الشرطة إنه إيمي تركت تيموثي مع أشخاص مجهولين، لأنه مقعد الأطفال بسيارتها
كان مفقود، بس اتضح إنه المقعد كان ببيت جدته لتيموثي. أما سيارتها الفورد الزرقاء، لما فحصوها لقيوا فيها آثار دم لتيموثي، بس كانت بسبب نزيف أنف اتعرض له تيموثي بالسيارة قبل اختفائه. كانت السيارة متسخة وكان فيها تراب وعشب طويل وحشائش كانت عالقة بهيكل السيارة من تحت، وقال الخبراء إنه هذا بيدل على إنه إيمي نزلت من الشارع العام على الحصى اللي على جنب الطريق وراحت لمنطقة فيها حقول نباتات دانتيل وخردل وبعض أشجار البلوط والبتولة، وكمان فيها مجرى مي صغير، بس الشرطة للأسف ما قدرت تحدد وين هذا المكان. إيمي كانت بتخطط لإخفاء نفسها وابنها من أشهر، لأنها زارت المكان اللي هربت عليه مرتين قبل ما تهرب من زوجها. والد تيموثي جيمس قال لو كان تيموثي على قيد الحياة كان راح يتصل فيه، لأنه بيعرف كيف يتصل على والده وعلى الشرطة. بعام 2019 ظهر شاب وادعى إنه هو تيموثي، وقال إنه هو كان مخطوف مع اثنين رجال طول هاي الثمان سنوات، وإنه قدر يهرب منهم، وطلبوا منه الشرطة إنه يعطيهم بصماته بس هو رفض. بس لما طلبوا الشرطة منه مسحة لفحص الدي أن إيه ووافق، بس طلع شخص محتال واسمه ريني، وإنه بده يهرب من عيلته ويدعي إنه تيموثي عشان ما يلاقوه مرة ثانية. تم الحكم عليه بالحبس لمدة 8 سنوات، وبعد فحصه تبين إنه هو عنده اضطرابات نفسية، لذلك تم تحويله لأحد مراكز العلاج. لو كان تيموثي على قيد الحياة رح يكون عمره 17 سنة. إيش اللي صار بهديك الليلة؟ هل إيمي والدة تيموثي هي اللي قامت بقتله؟ ولا في حد تاني قتل إيمي وعمل الحادثة على إنها انتحرت وكتب هديك الرسائل؟ أنا مع الرأي الأول، وإنه إيمي هي اللي أنهت حياتها وأخفت ابنها بأحد الحقول بسبب اضطراباتها النفسية واكتئابها، بس لو فعلا عملت هيك هي شخص أناني، مش من حقها إنها تنهي حياة ابنها بسبب مشاكلها الشخصية. وإنتوا شو رأيكم بالقضية؟ ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس والضغط على اللايك. كانت معكم رانيا، شوفكم الفيديو الجاي.